سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين صريع وجريح في مديريات بيت الفقيه والدريهمي والتحيتة، بينهم قائد ما يسمى طوق الحديدة. الميليشيات الإرهابية تواصل استهداف المدنيين وتصيب العشرات بينهم أطفال ونساء وتجبر المواطنين على إخلاء منازلهم. أطرع العشرات من عناصر الميليشيات وتأمين جبل العضيدة في باقم وتمشيط تبة السلام ونزع ألغام في الملاحيض في صعدة. من قناة اليمن اليوم، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية. يمضي أبطال المقاومة المشتركة والقوات الحكومية في تطهير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية بقوة السلاح وتأمين المناطق والمزارع التي تختبئ فيها جيوب الميليشيات. يترافق ذلك مع نزع المتفجرات والألغام التي تزرعها ميليشيات الموت بكثافة حيثما حلت، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها وإنهاء مشروع طائفي دخيل يراد له التمدد في اليمن. تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في محافظة الحديدة على يد المقاومة إيرانيا. سقطوا بين صريع وجريح ودمرت آلياتهم بضربات نوعية في مديريات بيت الفقيه والدريهمي والتحيتة، فضلا عن خسائر مماثلة داخل مدينة الحديدة. وبين أن جيوب الميليشيات الحوثية في مزارع الحسينية قصفت في الساعات الأولى من الفجر بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون منطقة الجاح جنوب غرب مديرية بيت الفقيه، وسرعان ما تم إسكاتها بقصف مركز من قبل مدفعية حراس الجمهورية. وفي مديريتي الدريهمي والتحيتة حققت مدفعية المقاومة المشتركة إصابات مباشرة في تجمعات مسلحة لبقايا جيوب الميليشيات بعد رصد دقيق لتحركاتها، فيما استهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات تجمعات الميليشيات التي وصلت إلى تعزيزات إلى معسكر الدفاع الساحلي ومواقع مستحدثة في مدينة الحديدة، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم. كذلك لقي قيادي ميداني في ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعه مع عدد من عناصره بغارة للتحالف العربي جنوبي الحديدة. مصدر عسكري ذكر أن المدعو هشام عبد الصمد الخالد يعد من القيادات الحوثية الميدانية البارزة وقائد ما يسمى بمجاميع طوق مدينة الحديدة. وكانت جبهة الساحل الغربي حاصدت العشرات من قيادات الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية وسط انهيارات متسارعة في صفوفها. وفي سياق متصل، تتواصل ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بهمجية الميليشيات وقيامها بقصف المدنيين ومخيمات النازحين لرفع عدد الضحايا والانتقام من اليمنيين الذين يرفضون الميليشيات ويواجهونها بحسم لتطهير البلد منها. تتواصل ردود الأفعال الغاضبة إزاء الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق النازحين من أبناء الحديدة في مخيم بني جابر بأطراف الخوخة، والتي راح ضحيتها عدد من النازحين بين شهيد وجريح. السلطة المحلية زارت المخيم بقيادة محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، معربين عن إدانة واستنكار هذه الجريمة اللا أخلاقية والتي تدل على إفلاس العصابة الحوثية وجرائمها بحق الإنسانية، متوعدين باكتثاث هذه الميليشيات الإرهابية وتطهير التراب الساحل الغربي والوطن من براثنها، وإن غدا لناظره لقريب. هذه الجريمة التي حصلت في مخيم النازحين المقام من مركز الملك سلمان تدل دلالة واضحة على هذه النوعية القذرة، هذه النوعية الانقلابية التافهة التي يعني عجزت أن تواجه الرجال فأرسل قذائفها للنساء والأطفال في المخيمات. أقول لهم باختصار، إن شاء الله تعالى اللقاء في الحديدة في مدينة الحديدة إن شاء الله يبان الرجل من الجبان ويبان الحقير الوضيع من الرفيع المستوى، سوف يكون لهم إن شاء الله تربية، وسوف نأخذ بثار من قتل هنا في هذا المخيم ومن جرح، وسوف نأخذ بثار كل شخص وكل مغدور بأمر الله تعالى. جريمة استهداف مخيم النازحين تضاف إلى سجل طويل من جرائم هذه العصابة الكهنوتية بحق المدنيين من أبناء الساحل الغربي وأبناء الوطن بشكل عام. الآن نحن في الخوخة، هؤلاء الحوثة
ميليشيات الإيرانية أم تقصف في مكان الأماكن النازحين المخيم. هؤلاء أطفال جرحى وحرمة ماتن، أطفال حرام هؤلاء الحوادث الجبانين، ولكن إن شاء الله يحصلون حقهم في الحديدة إن شاء الله بنرتقي لهم. هؤلاء المخيمين ناس نازحين ما دمهم أي شيء، أطفال ماتون جرحى لأن أي حاجة بريئين، أنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله ربي ينتقم من الحوادث إن شاء الله، لا يخلوا حوذي إن شاء الله منتصرين إن شاء الله. ايوه هذا خير هذا اللي هلا هذا على الضربه هناك يا عم. ردود افعال غاضبه ازاء الجريمه البشعه التي ارتكبتها الميليشيات الحوثيه ضد ابناء الحديده في مخيم بني جابر وتوسع دائره الكره لهذه العصابه القاتله التي تستهدف المدنيين في منازلهم وأماكن نزوحهم. لقناة اليمن اليوم، شرف الشمري، محافظة الحديدة. ولا تزال ميليشيات الحوثي تواصل استهداف الأحياء السكنية في مديرية التحيثة محافظة الحديدة. العشرات من المدنيين معظمهم أطفال جرحوا في قصف بقذائف الهاون، إصابة بعضهم خطيرة. دماء الأطفال هذه خير شاهد على حقد ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تمارسها في حق المواطنين، فمن مشروعه الموت لا يمكن أن يفرق بين كبير وصغير حينما يمارس القتل. عشرات الجرحى معظمهم من الأطفال سقطوا في مديرية تحيثة بمحافظة الحديدة جراء القصف الهمجي الذي تشنه ميليشيات الحوثي بشكل يومي على منازل المواطنين. فجماعة الموت هذه تسعى لاستهداف كل مظاهر الحياة وتسرف في ذلك كل من كسرت في جبهات القتال. الطفلان عياش عمر ومحمد تعرضا لإصابات خطيرة بالقذائف التي أطلقتها الميليشيات على منازلهم وخلفت إصابات خطيرة في الرأس ومختلف أنحاء الجسم. الميليشيات الحوثية قصفت على أطفال بالهاون ليومنا هذا بمدينة التحيتة، مما أسدى لهم إصابات خطيرة في الرأس مع جرح عميق لكل من عياش عمر ومحمد سكر، وأعمارهم يبلغ 12 من العمر. الميليشيات الحوثية إذن تستمر في بشاعة أعمالها الإجرامية في الآونة الأخيرة أضعافا مضاعفة على المواطنين والسكان في المديريات المحررة. فالانتقام من السكان إما بالقصف المدفعي أو الصاروخي، أعمال إرهابية بامتياز هي ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية الساعية لقتل الأبرياء بدون وجه حق، ما دام ذلك في اعتقادها سيسهم في بناء مشروعها الكهنوتي الرجعي المتخلف. وفي سياق متصل، ارتكبت الميليشيات الحوثية جريمة جديدة بحق الطفولة في مديرية الدريهمي بقصف مباشر على أحياء سكنية بعيدة عن أي هدف عسكري للمقاومة المشتركة. ضحايا الميليشيات الحوثية من المدنيين في تزايد مستمر جراء استهدافهم بقذائف الهاون. طفلين من أسرة واحدة أصيبوا بجروح جراء قصف الميليشيات الحوثية لمنزلهم المكتظ بالسكان في منطقة الدريهمي. زلزال احنا من بلادنا، من الله يزيدهم مثل ما انتقموا من الاطفال، غير الله ينتقم منهم يحددهم اعماله السيئه التي يعملون بها الاطفال والمواطنين والجيش والجميع الناس. حاول من حق الحوثي ضرب الاطفال بيلا في البيت، ما ذنبهم غير الاطفال ضربوا في البيت وهم جالسين على القواعد الكرام يفطرون، وخربوا لنا البيت ومزقوا لنا المواشي حقنا، ما مشوها قطعوها لنا بالهم وصابروا الإياد، يعني شتتوا بنا وإحنا مواطنين، لا في ذنبنا شيء.
الأضرار التي حصلت للطفلة من ميليشيات الحوثي في الضرب التهاوي العشوائي، وأدت هذه الضربات العشوائية إلى منازل هؤلاء الأطفال الأبرياء الذي ليس عندهم دم من هذا الميليشيات الحوثي، وأدت إلى إصابات شبايا هاون في الأسفل في أسفل الأرجل، وشبايا أدت شبايا في الرأس، واحتمالا تؤدي إلى حالة خطيرة في الدماغ. وإن شاء الله تكون الأمور كلها أمور طيبة. عشرة الأطفال والنساء قتلوا وأصيبوا خلال أقل من أسبوع على يد الميليشيات الحوثية التي تطلق قذائف مدفعيتها على منازلهم وأحيائهم السكنية في الدريهم والتحيتا وحيس والمنظر، وأصبحوا مخيرين بين الموت في منازلهم التي تستهدفها الميليشيات بقذائفها أو الاستجارة من الرمضاء بالنار في مخيمات النزوح التي باتت هدفاً لصواريخ الكاتوش التي تطلقها الميليشيات الحوثية، كما حصل مؤخرا في مخيم بني جابر، وذلك وسط صمت دولي وغياب تام للمنظمات الإنسانية التي قضت الطرف عن انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد المدنيين. وهذا الحال يفرض على المقاومة المشتركة سرعة حسم معركة تحرير الحديدة وتخليص المواطنين من الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحقهم. من محافظة الحديدة، شرف الشمري، اليمن اليوم. إلى ذلك، أجبرت ميليشيات الحوثي الإرهابية سكان عدد من الأحياء في مدينة الحديدة على مغادرة منازلهم لتحويلها إلى مواقع لنصب مدفعيتها وتفخيخ مداخل وأزقة هذه الأحياء. مصادر محلية أفادت أن مسلحي الميليشيات اقتحموا منازل في حارة الجعبلي في الربصة وخلف هيئة تطوير تهامة والمناطق القريبة من شارع 50 ومدينة القائد والضبيبي، وتمركزوا داخل المساكن لإجبار أهلها على مغادرتها. أضافت أن ميليشيات الحوثي تواصل إخلاء الأحياء السكنية القريبة من خط المواجهات لإغلاقها وتحويلها إلى مناطق عسكرية رغم وجود كثير من السكان فيها. تمكنت القوات الحكومية من تحرير جبل رمضان المطل على المجمع الحكومي في مديرية باقم من الجهة الشمالية الغربية من مركز المديرية. مصادر عسكرية أكدت أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير جبل رمضان المطل على المجمع الحكومي في مديرية باقم لمحافظة صعدة. أسفرت المعارك عن مصرع 15 من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين، كما تمكنت القوات الحكومية من استعادة عدد من الأسلحة النوعية وكميات كبيرة من الذخائر التي تركتها الميليشيات أثناء فرارها من مواقعها. كذلك أمنت القوات الحكومية جبل العضيدة وعددا من المزارع المحيطة به في مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، كما تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية من نزع كميات جديدة من الألغام والعبوات الناسفة. من مديرية باقم شمال محافظة صعدة، تبدو الموازين العسكرية قد انقلبت أكثر حسما لصالح القوات الحكومية. جبال عضيدة وعدد من المزارع والمناطق المحادية ورقة أخرى تسقط من أيدي العصابات الحوثية بعدما سقطت 4 مواقع عسكرية قبل يومين في نفس المديرية. هنا منذ صبيحة اليوم اشتدت المعارك لتحسم نتيجة المواجهات التي دارت قبل يومين على التوالي ما بين كرن وفر. استطاعت القوات الحكومية كسب المعركة وإسقاط جبال عضيدة وعدد من المزارع والمناطق القريبة منه. كانت خسائر الحوثيين خلال المعارك التي استمرت ساعات طويلة تقدر بالعشرات سقطوا ما بين قتيل وجريح، كما تم الاستيلاء على عدد من الأسلحة المتنوعة والذخائر وأسر مجموعة من عناصرهم. المعارك لا تنحصر في الجهة الشمالية الغربية من مركز المديرية فقط، بل لا تزال تسير بخطى عسكرية ثابتة باتجاه جبل الجعدن. تم بحمد الله اقتحام والسيطرة على تلك المدينة والظهر وحدات من اللواء الخامس حرس حدود بقيادة العميد صالح يا قروش واركان حرب اللواء وعملية اللواء، والآن نحن في مركز مديرية باقم ونحن هنا في المقدمة والفرقة الآن متواجدين في المديرية في مركز المديرية باقم. إن شاء الله بإذن الله سنتحرك من المدير إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة بالتنسيق والتعاون مع قائد محور أزال.
هنا أيضا لا تختلف مهمة الفرق الهندسية عن الكتائب القتالية التي تخوض معاركها مع جماعة التضليل الكهنوتي، فهي تقوم بكل إمكانيتها المتاحة لانتزاع الموت التي زرعتها الميليشيات في القرى ومزارع المواطنين، حيث استطاعت نزع المئات من الألغام والعبوات الناسفة من قرية محيددة والمزارع القريبة منها، كما لا تزال تسعى جاهدة إلى تأمين المناطق التي تم تحريرها مؤخرا. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، محافظة صعدة. وفي صعدة أيضا مشطت القوات الحكومية الخاصة لمكافحة الإرهاب ثبت السلام والمناطق القريبة منها في منطقة الملاحير في مديرية الظاهر، واستعادت كميات من الأسلحة المنهوبة، كما تم نزع العشرات من الألغام والعبوات المتفجرة. اليوم تجاوزنا عدة أماكن ومسحنا على الألغام، وبفضل الله توفقنا واستطعنا النجاح. عمليات عسكرية نوعية وبسالة من قطعة النظير يقوم بها أبطال القوات الحكومية في محافظة صعدة، ورغم صلابة التضاريس الوعرة والأشجار الكثيفة إلا أنهم شكلوا معها قوة عظمى ضد الميليشيات، ذلك أن هذه التباب عانت من إجرام جماعة الحوثي الإرهابية التي أفسدت الأرض ودمرت الحياة. فهذه المشاهد شاهدة على جهود صناديد القوات الحكومية لدحر ميليشيات الحوثي من تبة السلام بملاحيض صعدة، وهي المنطقة الأهم للوصول إلى مران حيث أوكار العصابة الدموية. هذه أوكار العدو، الشباب استطاعوا السيطرة على هذا المواقع، وهذه الذخائر تبعهم والقذائف بعد تمشيط المكان، بطاريات، جهاز الميكروفون، شوفوه مكتوب عليه شعارهم الزائف والكاذب. هذه بطاريات الأجهزة. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الله أكبر، الحمد لله. ميليشيات الحوثي لم تجد بدا من الفرار مخلفة أسلحتها وعتادها العسكري الذي نهبته من مخازن الدولة. هذه هي معدلات رشاشات، واستولوا عليها الحوثة، ونحن بعدهم استولي عليها، وبإذن الله نستولي عليهم، وبعدهم بعدهم بعدهم. الألقام والمتفجرات زرعتها جماعة الموت الحوثية بشكل عشوائي للاحتماء بها قبل الهروب، ولكن الأبطال مثلما دحروا فلول الحوثي ها هم ينتزعون ألغامه ومتفجراته ويطهرون الأرض شبرا شبرا من آلة الموت الحوثية ليعيدوا لها الحياة. وجدنا لهم، رجعوا للخلف يا شباب، رجعوا يا شباب، شباب للخلف قليل. هذا ها هو لهم، وجدنا صوت الهندسة نتعامل مع لغم العدو. ليش لغم؟ هذه عبوة، شوف على شكل الحجر، حطينا على شكل التراب، وهنا حاطين لها دواسات. عبوة ناسبة، عبوة ناسبة. نعم، شو يتوخر الخلف بالله. بسم الله، أروح عند هندسة يتعامل مع العبوة الناسبة. هذا صاعق التفجير، شفت هذا صاعق تفجير بطونه في العبوة هذه، شوفوا كيف شكلها. هذه عبارة عن قطعة فلين يحطون داخلها معجون سيفور، وهذا حبل تفجير سريع أي فتيل، يربطون الصاعق فيه، مجرد ما تدوس الدواسة يشتعل العبوة هذه، شوفوا كيف شكلها. هذه عبارة عن قطعة فلين يحطون داخلها معجون سيفور، وهذا حبل تفجير سريع أي فتيل، يربطون الصاعق فيه، مجرد ما تدوس الدواسة يشتعل الصاعق، يقوم بتفجير العبوة. الآن خلاص وصلنا الصاعق على العبوة، تعتبر العبوة فاسدة، بقينا في الصاعق نحاول نفك الصاعق. خلاص تم فصل الصاعق، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، لكن لا نطمئن، نسحب الدواسات
نشوف هل هي واحدة أم ثنتين. شوف هذه واحدة لسه مربوطة في دواسة أخرى ولا زال هناك عبوة. عبوة هناك الحذر لا تكون تنتعها وباقي عندك عبوة هنا. هنا لا زالت عبوة. ولكن هنا ما استطاعوا يشبكونها. الظاهر انه كان خوف منهم سبب الهجوم وتركوها بدون شبكية. وهكذا وبمعنويات تبلغ عنان السماء يواصل أبطال اليمن ملاحقة ميليشيات الحوثي الإرهابية لاستعادة الجمهورية وتحرير الوطن من براثن جماعة الحوثي الظلامية. بالروح بالدم نفديك يا وطن بالروح بالدم. مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل. استشهاد امرأة حامل برصاص قناص حوثي أثناء رعيها الأغنام في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف. غاز المنزلي من السوق ب1500 ريال أو في بعض المناطق بأكثر من 2000 ريال. الدب الغاز بكام؟ قمت تشوف الله ان احنا نشل دب غاز ب5000 انما تقف حتى 20 نهال. استشهدت امرأة حامل برصاص قناص حوثي أثناء رعيها الأغنام بعيدا عن مناطق الصراع في منطقة الحجل في مديرية المصلوب غربي الجوف. يأتي ذلك استكمالا لمشروع ميليشيات الحوثي الإرهابية في قتل اليمنيين عمدا وعدوانا. قتلت ميليشيات الحوثي الإرهابية امرأة حامل لا حول لها ولا قوة وهي ترعى مواشيها في الحقول البرية البعيدة عن مناطق الصراع، إلا أن آلة الموت الحوثية كانت لها بالمرصاد. الحوثية قنصوا هذه المرأة وهي راعية جنب بيتها في وادي الحجل مديرية المصلوب، وهي حامل في 4 أشهر أو 5 أشهر وترعى أقرق راشها، ولا فيه لا جبهه ولا ما يتعذر به، رمها عمدا وعدوانا. امرأة حامل قنصها مسلح حوثي خضع لتعبئة خاطئة من ملازم الموت الحوثية التي تحرض على قتل اليمنيين وإهلاك الحرث والنسل. وصلت إلينا الحالة إلى مستشفى الجوف العام، وكانت الأم حامل في الشهر 5، وكانت الإصابة بالرصاص من الظهر وخارجة مع البطن، ولا نستطيع انقاذها ولا انقاذ الجنين. قتلها الحوثيون مع جنينها الكامن في احشائها دونما رحمة، واي رحمة ترجى من جماعة ارهابية كل مسيرتها اراقة دم. فكم من انسان قتله الحوثيون. ذلك ان جرائم الحوثي وميليشياته بحق اليمنيين لا يمكن ان تحصى، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم في الدنيا، أما في الآخرة فالحساب على القتلة أشد وأنكى. وفي تعز قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية قرى المواطنين في مديرية مقبنة غربي المحافظة. مصادر محلية أوضحت أن مدفعية الميليشيات المتمركزة في وادي جسر الخلود قصفت قرى المواطنين في منطقة جواعة في مديرية مقبنة. أكدت أن القصف أسفر عن جرح عدد من المواطنين وإلحاق أضرار مادية بالمنازل. تتفاقم معاناة المواطنين في نطاق سيطرة الميليشيات مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار سعر الريال مقابل العملات الأجنبية، وتعمد الميليشيات عدم صرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ أكثر من 2 عامين. تتفاقم معاناة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية وتتسع رقعة الفقر في حين يشهد الاقتصاد الوطني انهيارا غير مسبوق، انهار معه سعر الصرف العملة الوطنية إلى أدنى مستوى له.
في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية. باتت غالبية الأسر تفتقر إلى وجبة غذاء تسد رمق أطفالها في الوقت الذي تضيق فيه ميليشيات الحوثي الخناق على المواطنين وتتعمد حرمان الموظفين من مرتباتهم للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي زاد من معاناة السكان في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات بقوة السلاح. لم تكتف الميليشيات الكهنوتية بحرمان المواطنين في نطاق سيطرتها من أبسط الحقوق في الحياة والعيش الكريم، حتى بات التعبير عن الرأي والمطالبة بحق الحياة في قاموس هذه الجماعة التي اقتحمت العاصمة صنعاء بقوة السلاح جريمة تستوجب العقاب والملاحقة والاعتقال، في الوقت الذي تؤجج عبر أبواقها لما تسميها ثورة الجياع في المناطق المحررة، وكأن المواطنين في نطاق سيطرتها ينعمون بالعيش الرقيد، في تناقض يكشف حقيقة وهمجية هذه الجماعة التي لا تكترث لحياة ومصائر ملايين اليمنيين. اتهامات متبادلة حول المتسبب في عدم صرف المرتبات للموظفين الحكوميين، لكنها لم تحل إشكالية ملايين الأسر التي تتجه نحو مجاعة حقيقية وباتت تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ولا أمل يلوح في الأفق لقد أفضل في ظل الصراع القائم والحرب العبثية المتواصلة التي أشعلتها الميليشيات وأتت على كل شيء في اليمن. أعلنت غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر في محافظة حضرموت عن تشكل عاصفة مدارية من غربي بحر العرب، وينبه خبراء الأرصاد أن هذه العاصفة قد تتحول إلى إعصار قوي تصل سرعة الرياح فيه إلى 135 كيلومترا في الساعة، وتتمركز العاصفة في خط عرض 12 و4 درجات شمالا وخط طول 62 و3 درجات شرقا بسرعة تتراوح بين 35 إلى 40 عقدة. وذكر بيان صادر عن غرفة الأرصاد بحضرموت أن مركز العاصفة المدارية يبعد 760 كيلومترا من أرخبيل سقطرة، وأحذرت غرفة الإنذار المبكر جميع المواطنين بأن الحالة المدارية تتحرك نحو شرق خليج عدن، ومن المتوقع أن تؤثر على المحافظات الشرقية لليمن، وتوقعت هطول أمطار غزيرة. ولم يتبقى في الختام سوى تذكيرا بأبرز العناوين. سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين صريع وجريح في مديريات بيت الفقيه والدريهمي والتحيتة، بينهم قائد ما يسمى طوق الحديدة. الميليشيات الإرهابية تواصل استهداف المدنيين وتصيب العشرات بينهم أطفال ونساء وتجبر المواطنين على إخلاء منازلهم. مصرع العشرات من عناصر الميليشيات وتأمين جبل العضيدة في باقم وتمشيط تبة السلام ونزع ألغام في الملاحيض بصعدة. في أمان الله.